ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شوفوا الروينة اللي داروها كويتيين بمراكش والقضية فيها الموت من المنتظر أن تتم خلال الساعات القادمة إحالة خمسة مواطنين خليجيين يحملون الجنسية الكويتية إلى جانب شابة مغربية على أنظار النيابة العامة بمراكش على خلفية وفاة شابة كانت برفقتهم غرقا وحسب مصادر القناه فمن المرتقب ان تتخذ النيابه قرارها بشان المعنيين بالامر الذين تم الاستماع اليهم واخلاء سبيلهم مع الاحتفاظ بجوازات سفرهم على ضوء نتيجه التشريح الطبي الذي خضعت له جثه الشابه التي قضت نحبها غرقا اثناء تواجدها مع المعنيين بالامر بفيلا ومن المنتظر ان تصدر نتيجه التشريح الطبي خلال الساعه القادمه حامله معها معطيات حول الاسباب الحقيقيه لوفاه الهالكه العشرينيه ومحدده مصير من كان برفقتها قبيل وفاتها الغامضه